موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. من أعظم الأشياء اللي كانت بتميز النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، يعني قبل النبوة وأكيد طبعا بعد النبوة، هي صفة إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان جديرا بالثقة، يعني يعتمد عليه في مجتمعه، في أسرته، في دائرة تأثيره بين أصحابه. فكرة إن الإنسان المتدين يبقى فعلا هو السند، هو الملاذ لكل الناس اللي بتتعرف عليه. عمر المتدين ما كان عالة على مجتمعه أو على اللي حواليه. الشهادة دي كانت من بداية البعثة، وقالتها له السيدة خديجة، اللي هي مين؟ اللي هي زوجته، اللي هي معاه ليل نهار. أول ما قال لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي، ردت عليه بالسمة اللي هي كانت ملاحظاها في صلى الله عليه وسلم، وكأنها بتقول له أنت جدير بالثقة، أنت يعتمد عليك، أنت الله لن يخزيك، لن يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. وكأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان جمعية خيرية متنقلة. التدين بيخليك فعلا سند لكل اللي حواليك، ما بيخليكش عالة، ما بيخليكش حمل، ما بيخليكش كل على المجتمع اللي انت عايش فيه، بيخليك فعلا انسان الفسيلة، ان انت اي مكان بتغرس فيه بتثمر. وكأن المتدين ده ثمرة بتنتج لكل اللي حواليها. عمر المتدين ما كان عالة، عمر المتدين ما كان كل. الرب جل وعلا بيقول وإن تطيعوه تهتدوا. هل ينفع أن احنا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة؟ أن احنا نتبعه في صفة أن هو كان جدير بالثقة في وسط مجتمعه، في وسط كل اللي حواليه.